بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالبة راف مجلنائي الصغير الجنغري. في نهار يوم جميل حيث الكل نشيط، كان الصغير الجنغري يقفز. بينما كان الجنغر يقفز لم ينتبه للأسفل، فهدم بيت النمل ولم يعتذر. ظل الجنغر يقفز وخرب الكثير على الحيوانات ولم يعتذر. فجأة لم ينتبه الجنغر فقفز في نهر. صاح الجنغر على الحيوانات لمساعدته. لم ترغب الحيوانات في مساعدته بسبب التخريب الذي قام به دون اعتذار. حس الجنغر بخطئه الذي بالخطأ الذي اقترفه، فقال لحيواناتي: أنا عازف، سامحوني، لن أكرره ثانية. تن سامحت الحيوانات الجنغر فساعدته في الخروج من النهر.